ابن الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن. علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين، خاصة بلاد أخرى عامة، التناصر في الدين. سوف نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.